نعم الناس بعضهم يستوحشون من ذلك، لا يأنسون بهذا الكلام، يقول لك هذه لغة تكفيرية وما لغة تكفيرية. خلي يكون، احنا مو قضيتنا ان الناس يأنسون او لا يأنسون، يستوحشون او لا يستوحشون. اذا كنا نحن تكفيرين كما تزعمون، اذا الامام الصادق اكبر تكفير، الامام الرضا اكبر تكفير. طلع احنا انما نتعبد باقوال ال محمد عليهم الصلاة والسلام ومنهجهم ونطبقه. وشنو معنى تكفيري؟ تكفيري هو الذي يحكم بالكفر، يحكم بالكفر على الآخرين. احنا ما نحكم بالكفر على الآخرين، احنا قلنا اللي يتشهد الشهادتين ايا كان مذهب محكوم بالإسلام، نقول عنه مسلم في دار الدنيا. اما موضوعه ماذا؟ كفري، يعني في الآخرة كافر. كلام الإمام عليه السلام في مثل هذه الروايات في دائرة الموضوع مو في دائرة الحكم. بمعنى آخر انه احنا بدنا نعطيه كل حقوق المسلمين في زماننا، قل له هذا مسلم خلص يعني طاهر، لكن في الآخرة يريد يقول راح يطلع شنو؟ يطلع يطلع كافر مشرك زنديق ناصب. عرفت شلون؟ إلى هالدرجة يطلع. فليش تقول عنه تكفيري؟ إذا تريد تكفيري الحقيقي تدري منه؟ نظام إيران، وهابية الشيعة نظام إيران مو إحنا، لأنه يعني نظام إيران هو صاحب شعار مارك بار زد ولاية فقيه، الموت لأعداء ولاية الفقيه، يعني كل من لا يرى ولاية الفقيه يحكم عليه بالموت. الوهابية هذه سمتها أنها تحكم بالموت على من لا يوافقها، هذه وهابية الشيعة. هؤلاء هم التكفيريون الحقيقيون، لأن هذه قضية اجتهادية، هذه واحد يرى ولاية الفقيه واحد ما يرى ولاية الفقيه، ليش تحكم على اللي لا يراها تحكم عليه بالموت؟ هو شنو؟ ما خالف قرآنا ولا سنة، ما خالف قطعيا من القطعيات، هاي مو قضية قطعية، قضية اجتهادية فقهية. بس شوف الفرق، يطلق علينا النظام الإيراني وأبواقه وصبيانه أنه نحن وهابية الشيعة، نحن شنو؟ سلفية الشيعة بقولتهم. على شنو؟ لأنه لغة حادة، هاي اللغة الحادة لغة الأئمة الطاهرين عليهم. مثلا فرض كنت إهانت برهبري كردن بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنید. قلبِ خمینی ہمارے پیچھے پڑا ہے جس کا نام ہے خامنئی، وہ مردود بلون تم یہاں اس کی نمائندگی کر رہے ہو. یہ بتاؤ تم آندے ہو پاکستان میں شیعوں کے اوپر ظلم ہو رہے تھے، افغانستان میں شیعوں کا ظلم ہو رہے تھے، عراق میں سودان میں معلوم شیعوں کا ظلم کر رہا تھا. اچھا چلو کسی بات پر تم کون ہی بلیک جبس کا مدعا بولتے تھے، تم نے امریکہ اور برطانیہ کا جھنڈا جلایا، تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کسی ملک کا جھنڈا رہا ہے اس ملک کی توہین ہے.